عسلامة الولاد. السلام. عسلامة. عسلامة. قدموا لي رواحكم. فهمي من رادس، عمري 22 سنة. زبامبي أمية. خير الدين من رادس. مرحبا بكم الولاد. الولاد تحبوا تحكيوا على الهجرة الغير شرعية. عندكم تجربة ولا؟ برشا تجارب، مش تجربة مش اثنين. احكي لي. ليش باش نحكي لك؟ بالنسبة لي أنا كإنسان نشجع على الهجرة الغير شرعية. علاش أنت تحب الهجرة الغير شرعية؟ علاش؟ والله كان جات عندنا بلاد فيها خدمة، فيها حاجة تصلح، رانا قعدنا في البلاد ورانا عملنا فيها حاجة كما عامل غيرنا. وانتم كيف كيف؟ كيف كيف؟ بين في الكواليس قلتوا لي أنتم عايشين في البرد. إيه عايشين في البرد. كيفاش عايشين في البرد؟ في الدار في البرد. نجمو تحكيو تفاصيل؟ كيف باش نحكي لك؟ أما نقوم الصباح نمشي ندور كل عباد الكل، نقابل أصحابي واحد نكر عليهم نزم البرد. علاش ما تمشيش تشوف خدمة؟ كان جات فما خدمة رانا خدمنا، ما فماش خدمة. سعيد ولوجت على خدمة؟ ليه فما خدمة؟ صحيت فما خدمة، ما انتوما ما تحبوش. مش احنا ما نحبوش، فما خدمة، ما ما عندك انت توصل بيها خدمة في تونس، تخدم بيها في النهار تصفو في الليل، ما عندك ما باش تربح منها. انت نفس الشيء؟ هيك نفس الموضوع. احكي لي على التجارب اللي حاولت تعملهم في البرد. كيفاش تجارب؟ برشا تجارب. خاطر السيدة المفما عبيد معناها مشاهدين ما يعرفوش علاش انت ساكن في البرد، جوست يعرفوا انت تحب تحرق. احكي لهم كيفاش. مش نحكي لهم على البرد من داخل كيفاه. مش نحكي نمشي للبرد كل ليله، نمشي للبرد كل ليله، ماشي للبرد على اساس باش نحرق نوصل. صحيح. استنى هي شنو هو الفرصه؟ كيفاش التفاصيل نتاعها الفرصه؟ مش اساس، ما فماش حاكم، تبدا مسيبه الدنيا، ما فماش العسه والعينين برشا، وما فماش حاكم يتبعك ولا كذا. تنجم انت وقتها في اللقطه هذيك تنجم كيف تتصرف وتزرف للبابور من داخل، بعد ربي سهل. ما فماش رقابه؟ ما فماش عبيد تتفقد؟ فما ما هما فما وقت معين يبدوا فيه على السياسه، فما برشا فازير فهمت. ما احنا الوقت هذاك نستنوا فيه الوقت اللي يبدلوا فيه هما. عشان الفاتح هما يديروا شق في فطارهم، احنا بطوله ما وقتش شق فطاركم. مش قوش ساعات شق فطارنا في وسط كادره ولا تقص. يبدا تقص خايف، موج كل شيء، نبدا نستنى فوق السلسله. هذه هي نصيحه وصلها للعبيد. يحب يحرق في الشتاء، تبدا الشتاء تصب. حتى السلطات تتفرج زايده. السلطات نوصل لهم كلمه، سيبونا نحرقوا بجارب، سيبوا لنا البرد خلينا نحرقوا بجارب. اسمها هجره غير شرعيه، يعني حاجه ممنوعه. مثالش سيبوا لنا خلينا نحرقوا نحن، ومن بعد ما تشرعوهاش نورمال. هي عليها مسمينها غير شرعيه. خاطر غير قانونيه. هي نورمال. كان يخلونا احنا توانا كان يخلوني نخرج، ما باش نجيب لهم اللورو لتونس، معناها باش تتحرك العجله الاقتصاديه هذيك كيف كيف هذيك كيف كيف هذيك كيف كيف. معناها تمشي باش تقدم في فيزا باش يعطوها لك، هما ما يعطوها لك. عندكم فكره على وضعيه الحراقه ساعه ولا انتم؟ اكيد. ولاد حومتي الكل مش شطر رادس حراقه. فما برشا عباد تعيش في البرد مش فما برشا عباد تعيش في البرد مش معناها يمشي لك في ليله ولا يعيش في البرد، عاملين عشا غاديك يعيش فيها. فماش بوليسية؟ ما فماش. فما بوليسية. التزام وتروح. يعمل لك التزام، يجري وراك، يتعبك، يهزك للمركز اللي في وسط البرد، يعمل لك التزام وبروح، قدها من مرة كيك. مش مرة مش اثنين. قداش منه الالتزام؟ قداش من الالتزام عاملين؟ برشا. والله يا رب برشا. حركتهم الجمعة اللي فاتت، عندي قريب 80 التزام. مرة تعديت للمحكمة على البرد، حبوا يلفقوا هي عملية تسر. وانا لا سرقت لا شيء، هز ساك فهمت فيها دبشي، خلطوا وراي طيش لك الساك، هزوا كالساك يعملوا راك تسرق فيهم دبش سيارك. كي شدوك كيفاش تبرر موقفك؟ شنو تقول لهم؟ زوالي هكاك راني زوالي ودمعتين وتبدا تتيتم له منا ومن غادي وما فماش ما فماش مستقبل في تونس. هو كان حنا هاكا سايبك، كان ما حناش هاكا هزك المركز عادي بك وقت. ونحن فما عباد ما تتحملش هي هكا ولا هكا بالصح والالتزام. تيتمش بصح الالتزام. اغرب مشكله صارت لكم في البرد؟ ما صارت انا دخلت لهم في البرد. دخلت؟ علاش؟ دخلنا البرد ونسينا ثنيه اللي باش نرجعوا منها. وانا عندي ذيق نفس. واحد فينا هاف يجري في وسط الطريق، وانا وذيل تالي.
في الاخر بالكل ما فهمت شيء حسين ونجري نجري ضيق على انفاس دخلت لنا الكهرباء استنى في باش الباب باش يهزني سي هو حل الباب وانا جريت ما فهمتش اللقطه هذيك كيفاه طلعت فوق الكانترا دخت مش انجليني مروحين باي الاولاد كاو اللقطه تكون في بالك كيو معاكم في الموضوع هذا بالنسبه لي انا امي قالت لي كان تحرق ما نرضاش عليك لدنيا لاخر عندها الحق كوي فهموك هما من الاول ها ما كيف تبرر لهم انت عليك كيف ما تصير هي مضمونه ما فيش لا مبرر هكا لم باش تحكي معاها باش تقولها نحب نحرق عمرك 20 سنه تقوم على الساعه تخرج تعمل دوره تكيف زاتله تعملهم على الكل وين باش توصل للاخر اي ومن بعد عندي زوز دبلوميات ما نخدمش جدودنا الله يهديهم كهو كان جاب بالرسمي كما قال لك هو هذه خانها ذريحه قالت مسحوره خانها ذريحه قالت مسحوره صحيح هكا شنو بروجرامكم معناها انتم تخموا في الحرقه من بعد الحرقه شنو باش تعملوا غادي وانتم تسمعوا بالوضعيه نتاع الشباب معناها الحارق نحن عطينا نوصلوا غادي ومن بعد توحلها ربي شو على شويه ناطره على شويه تمرض تعطيك معناها ترضي ضميرك صحيح تعطيني نوصل غادي ومن بعد نتصرف تفكير سيء هذا بي انا عندي شكون يستنى فيا غادي باش نمشي له يفرح بيا ويكحلي اموري صديق او قريب صديق انا عندي زوز دبلوميات ما خدمش بهم لا نخدم بهم غادي هو شو عندي اقارب مش ما عنديش غادي اما نحبش ندخلهم في المعامله كيف هناك خاطر من بعد تولي تخاف لما يقفوش معاك صحيح تخاف لما يقفوش معاك ومن بعد تولي هم عاملين عليك مزيه وما نعرفش شنيا ولو طايحوا لقدرك اقارب الكل اكيد فما اللي فما البهي والخايب نخلي لكم كلمه الختام كلمه الختام به نشجعكم على الحرقه حبوا نحرقوا نحن بالرسمي سيبولنا البرد نحبوا نحرقوا